ببلدة أنفي إنتاج الملح والملاحات هو من تاريخنا وتراثنا، وبظل الظروف الاقتصادية وبعد الحرب صارت كتير أمور أثرت على هيدي الحرفة وعلى شوي رح تنقرض. بس نحن بنشكر مشروع ميد آرت سيل اللي ساعد الملاحين اللي بعدهم موجودين وبعدهم عم ينتجوا الملح لمشان يستمروا بإنتاج الملح ولمشان ننقلهم للأجيال القادمة. هذه الأرض كانت ملاحات قديماً عمرها يمكن صار شي 100 سنة كان، ورثناها عن الوالد أواخر الثمانينات التسعينات. للأسف ما عاد في إنتاج للملح، صار في استيراد للملح المصري فما عاد عنا إنتاج. بلشنا أنا وأخواتي بإعادة تنظيف الأرض ونرجع نعمل أحياء للأرض. تعرفنا على ميد آرت سيل يلي هن حبوا إنهم يدعموا هيدا المشروع ويساعدونا لنقدر نكمل هالرينوفيشن ونخلي مشروعنا يبلش شغل. البروجي ساعدنا على اربع نقاط. ركبنا سولار ستيشن على بالملاحه، سو صارت فول جرين انرجي، علينا سستينابيليتي تبع الملاحه، ما بقى عندنا اي بوليوشن. النقطه الثانيه اللي هي صرنا نربي اسماك بالجيران، صرنا نشيل السمك اللي بيبيض على الشط بفتره من السنه وممكن يموت لان البحر بيكون الجزر كثير قوي، صرنا بنربيهم بيعيشوا اخر الموسم بنردهم على البحر، وبذات الوقت هن بيساعدونا بعمليه الفلتراج الطبيعيه للمي. رممنا الاجران اللي تكسرت بالعواصف، سو زادت الانتاجيه تبع الملاحه وبالنهايه بيزيد عنا الربح. واخيرا اشتغلنا على السياحه البيئيه، صار عم يجي لعنا سواح ناس من لبنان ومن برات لبنان كرمال يتعرفوا على عمليه انتاج الملح على الطريقه التراثيه وتعرفوا على المنطقه ويتعرفوا على فوائد الملح اللبناني. بذات الوقت هذا المشروع ساعدني اني سافرت على تونس، بادلنا خبرات مع برا، مع عالم من ايطاليا ومن اسبانيا ومن تونس، يعني تبادلنا خبرات مع الاشقاء اللي بيشتغلوا بالملح وكانتاج ملح طبيعي 100%. الغبابيط زبطناهم، الاوضه لتخزن الملح كمان رممناها وزبطناها، وعطانا كمان نعمل انتاج جديد، نعمل طحالب وحنجمعه مشان اخر السنه نستعمله لاسمده عضويه، مواد عضويه للزيتون للشجر الصغيره. نعمل جهدنا لحتى نقدر نطور شغلنا بعد خطوة أبعد، ورح نحاول نستقطب قد ما فينا ناس يجوا على منطقة أنفي لحتى يتعرفوا أكثر على حرفة قطف الملح وعلى هالقصة الحلوة يلي هي قصة البحر والمي والشمس يلي بتطلع لنا منتج الذهب الأبيض يلي هو الملح البحري الطبيعي. وأكيد نحن عنا المشاريع تبعولنا لحتى نطور شغلنا أكثر، إن كان مشاريع على الأرض أو مشاريع حتى على السوشيال ميديا، لنقدر نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس تتعرف على هالمنتج وعلى أهميته.